عن المنتخب الأولمبي وعن هذه المغامرة التي نريد أن تكون في مستوى أحلام وتطلعات الجماهير الجزائرية. الآن ندخل مباشرة إلى منافسة كأس الجمهورية، أول مباراة لعبت الخميس الفارط بملعب 5 جويلية بين النصرية التي طال غيابها على نهائي كأس الجمهورية وفريق اتحاد بلعباس، الفريق الذي كان يريد الوصول إلى نهائي آخر والبحث عن كتابة صفحة أخرى من تاريخ الكرة البلعباسية. كيف جرت أطوار المباراة بلال بنار يعلق؟ الكرة مسترجعة من جانب فريق نصر حسين داي في أولى المحاولات، هي محاولة صعبة 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 صعبة، تسديدة قوية من قاسمي في أول محاولة من قاسمي، ولكن طوال عثمان خريج مدرسة نصر حسين داي الحارس اليوم هو حارس مرمى اتحاد بلعباس. تعود لأحمد مكحوت، التسديدة من أحمد مكحوت، أحمد مكحوت بخبرة وبتجربة، وخالي وعبدات وعوامري وشريفي وسيدهم ومكحوت ولا باني ولا مالي وطويل وبناي، وهذه الكرة من قاسمي على مرتين، على مرتين التسديدة القوية من قاسمي، على مرتين الحارس طوال، ومن حسن حظي أن القائم الأيسر ناب عنه في الكرة الثانية. هاي الإعادة، توغل وعلى الجهة اليمنى سدد، كادت تخادع طوالة الخطورة من هناك على الجهة اليسرى، التسديدة قوية وممتازة ريعة وممتازة، تمدد لها الحارس عثمان طوال ببراعة، عثمان طوال أخرج كامل المهارة وكامل البراعة من أجل إبعاد هذه التسديدة القوية التي باغتته. شاهد استرجاع الكرة من شوباني، ثم التسديدة بقوة في وقت ربما كان يظن عثمان طوال بأنه سيبحث عن رفيق ويوزع الكرة يا إدريس. بناي تعود له الكرة، جميلة وممتازة داخل منطقة العملية، التسديدة ضاعت، ضاعت هذه الكرة الأولى والأخيرة تبعا من جانب فريق اتحاد بلعباس. سبيل المقارنة فقط، هذه الطريقة لعب بها فريق أتلتيكو مدريد. عثمان طوال رائع، عثمان طوال رائع، كرة أخرى لصالح النصرية، هذه المرة ستكون أصعب، هذه المرة ستكون أصعب، دائرية رأسية، هذه المرة كانت أصعب على عثمان طوال من أحمد قاسمي، رائع وممتاز أحمد قاسمي، يقوم بكل شيء في هذه المرحلة الثانية، يراوغ مرة على الجهة اليمنى وأخرى على الجهة اليسرى، يتموقع ويسدد بالرأس وبالقدم بعد توزيعة رائعة من أحد، هو الآخر شاهد رفع رأسه وشاهد جميل بكيفية ممتازة، ولو أنه عثمان طوال تمدد كما ينبغي ولو كانت في إطار المرمى ربما لا بعد. عافية للنصرية من حسم الأمور، أم أنه فريق اتحاد بلعباس سيستمر في الصمود ويؤجل الأمور إلى المرحلة الشوطين الإضافيين. هي كرة ممتازة والتدخل، ماذا يقول حاكم المباراة؟ ما زالت عناصر فريق نصر حسين داي في وقت حساس في الدقيقة 90 بالضبط. إنها كرة القدم التي لا تؤتمن، كرة القدم اليوم أنصفت فريق نصر حسين داي إلى غاية هذه الدقيقة، والله هدف قاتل، هدف محبط للمعنويات بالنسبة لاتحاد بلعباس، وفي وقت حساس بالنسبة ليوسف بوزيدي. هاي الكرة الأولى جاءت من الجهة اليسرى، ثم المتابعة من مهاجم النصرية والتوزيع، ومبينجي تقريبا. النصرية في نهائي كأس الجمهورية لسنة 2016، تهانينا لهم، بالتوفيق لهم في النهائي، وحد أوفر لفريق اتحاد بلعباس. النصرية إذن تتأهل إلى النهائي بعد كم سنة سكريني؟ بعد 34 سنة. 37 سنة. 37؟ لا. 34. 82 لا دانيال فينال مادي 34 التتويج، لا نعرف 34 سنة التتويج، لا 34 سنة آخر نهائي ضد ديناميكية بناء الجزائر، وآخر تتويج، آخر تتويج في سنة 79 يعني 37 سنة 2-1. شكون سجل؟
والله ماجر ماجر العزازي حسين ايت الحسين ماجر ايت الحسين وماجر والنهائي الاخر انهزمت ضد شبيبه القبائل 2-1 77 وفي هذه الاثناء ايضا يلتحق بنا من سينشط النهائي ايضا لطفي عمروش اهلا مرحبا السلام عليكم وشكرا على هذه الدعوه وتحية كبيره للسيد سرار والحاكم زقريني خويا بلال زكريني محمد زكريني اربيتراني زكريني هو عبالو اربيتريتو غير هو لا اربيتريتو اذا بلال النهائي من نوع خاص وانت حكايتك خاصه بدات في النصريه احبك في النصريه ولكن لما كنت في اوج عطائك لم تلعب في النصريه لعبت في اتحاد العاصمه وتشاء الاقدر انك قادر تسعد هذا الانصار اللي يحبوك بزاف ولكن ليس كلاعب كمدرب وي سي فري وين بديت ما كارير في النات ومن بعد كيتيتها في 95 ما ستوليت بوندون 20 عاود وليت اون طون كونترينور سي فري وين لي تيتر خديتهم كاع مع اتحاد العاصمه ولا في ليترونجي وين لعبت مع النهد مازال جو كوا جو سي با انايا راه النهائي يا دوز ايكيب عندك عندو نهائي حاله وخاصه لك مادام حبيت تفرح مع الجمهور اللي حبك وين تربيت وحومتك ونعرفوا بلال يروح وين يروح يولي حومته فوالا وين سي فري وين نروح مام كي كنت في لوسمان نريح في لوساندي سي تو تان مام دوكا مانيش نسكن في لوساندي مي توجور في لوساندي جيت لقاني في لوساندي مادا بيا تتميت سورتو بور لي سيبورتور بور لا ديريكسيون بور لو كلوب تو حاجه كيما نقولوا حاجه وين تخلي الكلوب يكبر تاع الناد ان شاء الله بوركوا با لو بريمي ان شاء الله واحد يوجد للنهائي هذه باش هما يمد لو بريمي تروفي للكلوب اون طونك في هاد كيما نقولوا لا بيريود هذه يعني. طبعا النصرية تستحق ذلك بالنظر الى الديناميكيه التي تشهدها منذ ان تولت عائله وليد سميرلي صراحه تسير الفريق اشياء كثيره تغير حكم سرا كمحلل كحيادي هل ترى تأهل النصرية منطقي؟ بالنظر لمجريات المباراة أقصد الجانب الفني. الجانب الفني بالعباس لعبوا احترموا كثير نصرية حسن داي وكانوا يلعبوا كثير على طريقة دفاعية كانوا ينتظروا ولو أن المهاجمين تاع اتحاد بالعباس زيتي با بيركيتون يعني ما كانوش هذوك لي زاتاكون اللي مديرين ثقل على دفاع قعدوا ينتظروا يمشيوا حتى الى ضربات ترجيح لانه ما استعملوش كل الاوراق باقي الغيابات كانت باقي جديات في كان عندهم عبد الباسط بنوه يعني عنده وزن يعني في اتحاد بالعباس ولكن المدرب كنت انا نفكر نقرا في راسه باللي كان ينتظر نهايه 90 دقيقه 0-0 وكانت متجهه نحو 0-0 وينتظر في الوقت الاضافي لادخال كل من جديات ونعرفوا بان طوال او الحارس الاول غانم مشهورين يعني عندهم قوه في ضربات ترجيحيه كان هدفهم يعني الحسابات اختلطت بعد تسجيل الهدف ونتكلموا على الهدف بعد يعني يلا نذهب مباشره الى الهدف الذي اختلطت فيه حسابات فريق اتحاد بالعباس كيف سجل هذا الهدف دعنا نزيد نشاهد سويا لقطه خروج الكره الى التماس هاي اللقطه طبعا زكريني هو خبيرنا والذي سيتحدث باسهاب عن هذه اللقطه تفضل نعم كريم اللقطة اللي وقع فيها جدل كبير وكبير جدا هنا إذا سمحت المخرج يزيد يعاود بندبكة لاعب نصر حسين داي لما شاف زميله ساقط بليسي حكم الكرة وخرج الكرة إلى التماس أمر يحدث في كل مباراة في كل ملاعب العالم وفي هذه في الكرة وزميله ساقط حتى عاود لك اللقطة الآن شوف هنا هاو خرج والحكم راه يخزر فيه وامام المساعد او تم الحكم بعدين راح للاعب المصاب اللاعب المصاب راح لما خلاص هنا اول شيء اول المساعد الاول كان يدير سينياليزاسيون لمن التماس كان لابد عليه خرجت الكره يدير التماس لمن هذه رقم هذا الخطا الاول رقم اثنين لما راح الحاكم كان المساعد يجيب الكره ولا يشد الكره يحطها امامه عند استئناف اللعب يزيد ياخذ يدير لمن التماس ما دارش
الحاجة الثالثة لما رايحين الاستئناف رجع غازي نفس الفريق اللي القانون يمنع التماس لما يخرجها فريق تصبح للفريق المنافس طبعا. هو نفس الفريق ألا هو اللاعب غازي جاء خد الكرة ولعب التماس لهذا يتنافى مع القانون اللعبة هنا في هذه الحالة الحكام ارتكبوا خطأ فني الفوت تكنيك بالعباس ولا لاعب جاء يدي الكرة ولا لاعب دار أوكين جاست معليش لعبت بالضبط 16 رحت الجهة اليمنى ولات الجهة اليسرى وتسجل الهدف وعاودت الروتري وتسجل الهدف هنا تسجل الهدف اول شيء اتحاد بالعباس كانوا يروحوا للحكم قبل ماذا يفعلوا يروحوا ليه يقولوا له تماس لينا في هذه الحاله الحكم يستطيع الرجوع في قراره ما لم يستأنف اللاعب لاربيتر بو روفونير سور سا ديسيزيون طونك لو جو نا با روبري كيفاش لو جو نا با روبري ما داروش السونتر كيما نهضروا حنا ما داروش ضربه الانطلاقه بعد الهدف والحل الثاني ما هو ها اسمح لي ما داروش بالعباس كان عندهم حل ثالث الا وهو عند استئناف اللعب في اول توقف طبيعي للعب لو برومي اري جو ناتورال تخرج تماس لعب تاع اتحاد بالعباس ولا تخرج تماس ويروح للحاكم يقول له ندير احترازات تقنيه دي ريزيرف تكنيك لهذو ما داروهمش اتحاد بالعباس كان من بعد الحكم واش يجي في القانون يجي الحكم ويجيب اول مساعد اللي كان عنده هو المساعد الاول اللي كانت الكره خرجت من جهته ويجو قائد الفريقين ويسجل الاحترازات عند نهايه المباراه يروح الفيسيار يعمر في ورقه المباراه بما ان كل هذه الاشياء لم تحدث كل هذه الاشواء لم تحدث معناه سيتان نو ايفينمون لا حدث لان كل هذه الامور ما حدثتش ما داروهاش ولكن يبقى خطا تقني ارتكبه الحكم المساعد والحكم الساعه الاثنين هي لو ترافاي سي ديكيب مام الرابع ولا اللي ملهيه كان يشوف عندهم لوريات كان ينبه قادر في اي لحظه يقول له التماس ماشي للنصر حسين داي للاتحاد بالعباس ما فعلوهاش هنا لي ريزيرف ما داروش هنا حبس كل شيء خلينا نسمع التصريحات التي رصدها زميل عمر جمعي بعد نهاية المباراة ثم نعود إلى المادة 107 التي يدور عليه الحديث كثيرا في الشارع البلعباسي نتابع سوى التصريحات بلعباس اليوم نقدر نقول انهزام مرجع في آخر في الدقائق البدل الضايع بعد ما كنتوا تأمنوا باش تروحوا الوقت الإضافي يعني نقول لهم مبروك عليهم نصر حسين داي على التأهل لا فينال والحمد لله احنا درنا اللي علينا والله غالب لاكوب هي اللي تخير هي اللي تخير شكون اللي يروح درنا اللي علينا وربي ما كتبش قاسمي الحلم داي يقترب نقدروا نقولوا 50% بسم الله الرحمن الرحيم الحاجه الاولى نحمد ربي على التتويج التاريخي باسكو ما جاش هكذيك هذا التتويج نظن بعد دي ساكريفيس الحمد لله وين قدرنا نوصلوا كما يقول لك لوبجيكتيف نيميرو 1 سي بيان ناهلوا الفريق هذا للنهائي بعد كما يقول لك غياب طاوي 34 ثانيه فريق عريق كما هذا ما يتاهلش للنهائي الحمد لله كان اليوم لي الشرف واللاعبين هذو باش قدرنا نحققوا الحلم هذا الحمد لله نظن نشكر اللاعبين ديجا نشكر اللاعبين تاع بالعباس اللي اداوا مقابله اليوم كبيره نقول لهم بون باركور ان شاء الله بور لاسويت ان شاء الله الصعود في المقابله الجايه الحمد لله نشكر البيبليك طبعا فرحة كبيرة لأنصار النصري وخيبة أمل كبيرة لأنصار اتحاد بالعباس تخسر وتقصى بهذه الطريقة حكيم لجمهور تنقل بأعداد كبيرة لفريق توحش النهائي بطريقة سذجة كل سذجة لماذا؟ لأنه كما قال سكرين منذ لحظات اللاعبين كلهم كانوا يشوفوا ولا أحد تكلم ما عدا بن يلس اللي كان يتكلم ولا أحد قام بتصرف لو أن التصرف بسيط خرج الكرة وعمل الاحترازات وتعاد المباراة بكل بساطة هي صارت لهم ديجا في الموسم الماضي مع شباب قسنطينة وين أعيدت المباراة في البوليدة بعد ما قاموش بالاحترازات فوق الميدان ولكن احنا نتكلموا على الفير بلاي اي لا فيديراسيون بو سوتو سيزيام سي فري ويتكلم يقول لك الحكم واللاعب ما دارش حتى ونعطيك انا ان اكزومبل تاع الحياة العامة الواحد اللي يكون يقوم بجريمة اي جريمة وانا ما نشتكيش من فلان لكن الدولة او الامن
يلقي القبض على السيد مولاه، يقولوا ما دام الانسان هذا ما فيه شكايه هو حر طليق. هنا نوليو انجانجل، الحكام كاين اربعه، كاين الحكم الرابع، كاين لي ترواز اسيستون يونكور هذا المربع الذهبي هو يختاروا احسن الحكام. لو كاريدور ديما يديروا فيهم لي مير زاربيت، دونك لا كونسونتراسيون تكون كبيره. وكما قال هو هذا الخطا، هذا الخطا اللي اثر، انا نقدر نقول لك اثر على النتيجه. ربما كانت مياحة حسن ده في النسق اللي كان تصاعدي كانت تقدر تسجل حتى في الشوط الاضافي، يعني كانوا اقوى، كانوا يمشيوا كثير للهجوم. هذا ما راناش نقصوا باش لازم الجمهور الجزائري كنعودوا نتكلموا ما يديروناش بارتي بري، رانا خاضين موقف مع فريق ده، بالعكس احنا نتكلموا بكل منطقيه. انا تمنيت لو كان الحكم اللي ما خلاش توصل الى هذه المرحله، هو اللي وقف كما قال زكريني للحكم مساعد ياخذ الكره عنده، ياخذ الكره عنده السينيال اخطا فعلا، خطا فادح واصبح مؤثر. وروح انت فهم الجمهور البسيط تاع اتحاد بالعباس، يقول لك احنا الموسم الماضي كان عندنا اقصار نتاهلوا على البساط، الموسم هذا ننهزموا في الدقيقة الأخيرة من خطأ تحكيمي، ما ترجعش حتى للتركيز. يا لما نتكلموا على حتى الخطأ التحكيمي ننظر ثاني الدفاع كيفاه كان في وقت كان احتجاج على لاعب صديقه وخلى مبنقي وحده حتى اللاعبين حكيم تكلم كلام منطقي، ولكن اللاعبين يتحملوا مسؤولية وإدارة اتحاد بالعباس تتحمل أيضا مسؤولية، لأن أمر غير لا يعقل حكيم. كريم أنا معاك، ما عدا بنيلس اللي احتج، أنا معاك، احتج بعد تسجيل الهدف. نار أنا معاك، أنا بصح أنا ما رانيش أوني بون ترين سيتوي لي ريسبونسابيليتي، احنا نهضروا على أن بوان هو لي في سون تيتو، كاين فريق أقصية وفريق تأهل من خطأ تحكيمي فادح. واللي يغيظ هو الجمهور، الجمهور اللي يغيظ حتى نصر حسين داي. أنا نظن حتى في الداخل عند غازي هذاك ليكسبيريونس الكابيتال ليكسبيريونس اللي عنده ما يقارب 20 أو 25 سنة في الميادين، يعني هو يفكر يقول جي تريشي، قدر تولي تقول باللي أنا فزت بين تريشري، يعني تماس ماهيش ليا وتجرأت لعبت وسجلنا منه هدف. دونك يعني بكل صراحه انا مانيش الاتحاديه، ولكن الموضوع مو سهل، يعني معقد لانه الماده 107 ربما الكل كلام الان في بلعباس على الماده 107. قريتها وقريتها وقريتها اكثر من مره واتصلت بالكثير من المختصين، يتحدثوا ليس على الخطا التقني حكيم، يتحدثوا على الاخطاء الانضباطيه. لذلك اسقاط على هذه الحاله هل هو منطقي او غير منطقي ام ماذا؟ لا انا ذكريني هنا جو بو با فير لا ديفستين كود ديسيبلينار سا رونتر دون لا ديسيبلين. لم يتحدث عن خطا تقني. لما نتكلموا لو جو دو مو، لما نتكلموا لا لو كوتي ديسيبلينار خليني خطا تقني يدخل في لا ديسيبلين بور لا سامبل ريزون. شكون اللي يطريتي اون افير دو ريزيرف سي با لا سي ار كي. C'est pas le règlement de qualification, c'est la CD, c'est la commission de discipline. هنا إذا دخلت الخطأ التقني هنا transgression de la FIFA. هنا ممنوع منعًا باتًا التداخل بين الانضباطية والأخطاء التقنية في التحكيم. التحكيم وحده، لأن هنا واش هذا؟ هذا خطأ تقني تاع تحكيم تاع حكم. قانون الفيفا واش يقول؟ يقول راني حكيت من قبيل واش لازم يدير الفريق. واش لازم الفيفا واش تقول لما دير لي ريزيرف، دير لي ريزيرف المباراة تعاد. دير لي ريزيرف سور بلاس. ولجنة المركز للتحكيم بعد ذلك هل بإمكانها أن تفعل شيء؟ ماذا خلينا من الأشياء التقنية مع الحكام. بين 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 عقوبة الحكم راهي جاية، هذا واضح. هذا واضح، هذه هي الفيدرال. لما ما تجيش لا ليغ ولا ومن بعد تيك دي ريزيرف انسكريت سور لا في دو ماتش في الملعب، يجي قائد الفريق الاثنين والمساعد الاول والحكم يكتب في الكارت نتاعو في نهايه المباراه، قائد الفريق يروح تاع المظلوم الفريق المظلوم يسجل على ورقه المباراه، يسجل الاحداث اللي وقعت على ورقه المباراه سيني بار لي دو كابيتان، في هذه الحاله تدرس وتعاد. ولكن كل هذه الاشياء التي نتكلم لم تحدث. السؤال يلا نختم السؤال، هل الاتحاديه الجزائريه لكره القدم او رابطه بو سوتو سيزيغ؟
صم لا ريزيرف. طبعا السؤال. هذا هو السؤال الذي يبقى مطروح. وطبعا فريق اتحاد بالعباس بإدارته قام بالإجراءات ولا زالت تقوم بالإجراءات، ولكن إلى حد الآن نصر حسين داهي هو الذي سيلعب نهائي السيدة الكأس، بينما مولودية الجزائر سلطفي من دون ضوضاء من دون ضجة 3-0، ولكن أيضا في عالم استفهام، ليس نفس الفريق اللي شاهدناه أمام اتحاد بسة وهو نفسه اللي شاهدناه أمام النصرية، رغم أنه فقط في عودة عبيد. من أين جاءت هذا الروح المميزة للاعبين وليس ذاك الفريق اللي خسر أمام فريق أمام الأربعة أيضا؟ لا ما يخفالكش باللي سي با لا ميم موتيفاسيون في البطولة ولا في الكأس قبل اللقاء تاع النصرية واللاعبين يخموا على هذا النصف النهائي. يعني باش لا موتيفاسيون في البطولة ماشي كاع لا ميم موتيفاسيون كيما الكأس. الكأس حاجة كبيرة اللاعب يقعد غير يخمم فيها، والكأس كي كان يلحق يدي هذاك التروفي راك تعرف باللي شغل يخمم بزاف في الماتش عنده في المقابلات تاع عودة عمر غريب. هل حدثت نوع من ديكليك في الفريق انه يعرف اللاعبين يعرف المجموعة محبوب في اوسطهم؟ يعرف مليح اللاعبين من اول دردشه معاهم، يعني الميساج كان طري كلير ويعرفوه وقدر يحررهم. كان عندهم شويه خوف صراحه، كان عندهم شويه خوف، قدر هو يعاونني في هذه النقطه ونحالهم شويه هذاك الخوف. يعني وين شفت بني كي دخلوا المقابله دخلوا بارتياحيه كبيره. تحدثنا عن عمر غريب لان عودته الى ملعب 5 جويلية كانت مميزه وسط استقبال متميز بأن من انصار المولوديه. نشاهد هذه الصور وهذا التصريح الذي رصده الزميل فريد بوسحيه. هذا الجمهور نحبونا حمو نحبه وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نديروا الماتش وان شاء الله من اليوم مول الجزائر تمشي. حكيم عمر غريب خطف الاضواء تماما في ملعب 5 جويلية. هو كان النجم اليوم. ونجم المباراة كان عمر غريب بدون نقص من قيمة المدرب عمروش واللاعبين والجمهور يعني. نظن يعني ما عاشوه من مآساة مولودية العاصمة، لازم يكون انسان اللي تكون عنده شوية مصداقية في المحيط الرياضي. من محيط مولودية العاصمة، لأن بالفعل كما يقول لك التحصيل حاصل. الفريق تاع مولودية الجزائر عانى أزمة نتائج، وما نظنش أن تحول النادي يأتي في يومين بعد عودة عمر غريب بخلطة سحرية داخل فيش. يعني عمر غريب يدير اجتماع حتى ويقول اللاعبين كما يقول لك الرسالة مرت بسرعة. نظن أنا خريج المدرسة العليا للرياضة وقبل مولودية الجزائر ولاعب كرة القدم عنده من المؤهلات والإمكانيات باش يمد الرسائل للفريق تاعه. نظن أن مولودية العاصمة عدت مشاكل كبيرة وتكمن في انتدابات الموسم في بداية الموسم، في التحضيرات في بداية الموسم، وتدفع الفاتورة في أونكور دو سيزون باسكو يجي إرث، كل واحد ياخذ الارض. المباراة تاع اليوم سي با ريفيرونس افيك تو لي ريسبي، وفرحنا كبير. احنا فرحنا للمولودية لان الجمهور العريض اللي عندها جمهور مولودية العاصمة تستحق يعني بكل صراحة باش تنشط نهائي اللي راح تكون عنده. حكيم نفس الفريق اللي خسر امام فريق ما لعبش ما تدربش اسبوع ولاعبين جاوا من الدار وشاركوا مباشرة، وفريق اللي ربح اليوم امام اتحاد بس الفريق اللي اقصى اتحاد بوليدة اقصى اتحاد الحراش الفريق اللي كان تميز. ما تكلمليش على اتحاد تبسة مع
كل احتراماتي للفريق هذا انجز يعني انجاز كبير بوصوله الى نصف النهائي. ربما لاعبين مع عدد وادي العلمي اللي يعرف 5 جويليه لما كان يلعب مع مولوديه العاصمه، في بعض اللاعبين ربما اول مره شاهدوا ملعب 5 جويليه يدخل 5 جويليه في اللعب العشب الطبيعي الفريق الوطني وتعثر فيه الفريق الوطني وما قدرش يلعب في 5 جويليه. تكلم لي انت امام مولوديه العاصمه بالجمهور الخفير برده الفعل، لازم كاين رياكسيون دي جوار، هذا راح يحفزهم لما ينهزم امام الاربعاء ب3-1 اسبوع من بعد عنده مباراه مع اتحاد مصر للمرور الى النهائي اللي راح ينقذ به الموسم، مش الموسم راح ينقذ مصير المولوديه، لان راح يكون الانهيار، لان الوصول الى النهائي في حد ذاته راح ننتظر اول ما كيف راح تكون النتيجه، لان الخصم اسمه نصر حسنداي لحد الساعه المولودية مش فريق الثاني اللي حكيف. ولكن المولودية الى حد الان لم تنهار، كانت مدعمه بالالاف من محبيها في ملعب 5 جويلية ونشاهد كيف فازت المولودية بثلاثيه امام اتحاد تبسه. يا سعيد حشود لا يترك الكره من هناك محاوله باليسرى زغدان زغدان اول اهداف المباراه كره ثابته تاتي بالمطلوب من زغدان بطريقه ممتازه ورائعه كره كنا ننتظر ولكن زغدان يفاجئ الجميع. المولوديه راح تلعب بعد تسجيل هذا الهدف راح تكون يعني تلعب براحه اكثر راح تحاول باش تسير هذا الهدف والمرور ولكن التقديم من الدفاع مراوغه ممتازه المرور التوزيع على الارضيه الراسيه من عبيد فوق المرمى خصم يتفوق تعود ثانيه وثلاثيه من هناك خطير عواش معطية عواش تمكن يحاول يقدم كره انتفاع الحارس في المرمى الاولى والثانيه هناك خطورة وهناك خطأ يحاول مرور ينتظر المساعدة موجودة من زغدان عن جهة اليسرى توجيه على الأرضية داخل منطقة العمليات هناك خطأ يقول الحكم ضربة جزاء ركلة جزاء يقول الحكم لمصلحة فريق مولودية الجزائر بعد خطأ ميتن الكرة كانت عرضية من زغدان في اتجاه اللاعب عبيد لكن اللاعب كريم رضا لمس قميص العبيد وفي هذه الحالة هذه نضل ضربة جزاء وبطاقة صفراء. سنشاهد هي العرضية الثالثة. عرضية من زغدان شوف حاول لمس قميص صافرة التنفيذ الركلة الآن الهدف الثاني من عبيد في الزاوية الصعبة والمستحيلة بقوة من عبيد رغم الاعتماد على الدين ولكنه ليس باستطاعته ان يفعل اي شيء على الجهه اليسرى عطري اللاعب الشاب السريع عطري يحاول المرور ممتاز المرور توشيع تسديده قويه جدا من حارس الجي يمكن مرمى لهذه الكره الساخنه ثقافه الروح الرياضيه كره من هناك لمصلحه المولوديه يحاول قروي يوسع كره داخل منطقه العمليه المتابعه بدرجه فوق مرمى الحارس دوادي علمي دوادي على الجهة اليمنى محاولة ترجع الكرة البعد عن عابد الكرة الثانية تعود والمحاولة موجودة الراسية جانبية الأخروب مولودية الجزائر هايلة من عنتري يحاول التسديدة بقوة والحارس شوشي يكون الحكم قريبا من اللقطات معناه قرار سليم بنسبة 90% ملعوب الكرة تأخر منطقة العمليات عبيد سقطت الكرة من جديد صافرة الحكم تقول هناك ركلة جزاء أخرى لمصلحة مولودية الجزائر تقول هاي لمسة اليد لمسة يد من عبرافة صح ضربة رأسية من اللاعب عبيد ولمسة يد مواجهة دوادي على الديد رجاء يضيع الدفاع الحارس بالغ وممتاز ولو جدار دفاعي مشكل من 5 و6 لاعبين ولو ان وليد الرجاء راه يحضر في نفسه كذلك ملعوب في الشباك حشود يخادع الجميع ويسجل الهدف الثالث
كرة ثابتة أخرى. اليوم هي الفاصلة والحاسمة. توصل إلى شباك الاتحاد تبسها إلا على كرة ثابتة، خاصة كرة مركزة كرة قوية ثابتة ممتازة وملعوبة كما ينبغي من اللاعب حشود. زاوية صعبة مستحيلة يتفرج الحارس. ثلاث أهداف نقدر نعتبر الحصيلة. انطلق عواج، انطلق عواج، خطورة، انطلق عواج، المتابعة من مقدار، تضيع الكرة السهلة على مقدار، لا نصدن. نهاية المباراة بثلاثة مقابل لا شيء للمولودية أمام اتحاد تبسة الذي المولودية تأهلت. أجمل سيناريو ممكن لطفي، الهدف الأول ربما حر اللعبة وخلاهم يدخلوا مباشرة في المباراة. هذاك هو أجمل سيناريو، خاصة في هذا الدور في كأس الجمهورية، وين مدي التعليمات لازم يفوي السيد ماركي يدير لي بريمير 20 مينوت. الحمد لله والصراحة هكذا سجلنا الهدف الأول، تحررنا كثير في ثالث المقابلة لعبنا بارتياحية. بلا التحت بسا لعبوا نهائي بالنسبة لهم ملعب 5 جوليا أمام المولودية، حتى وإن كان حلم مشروع ولكن يخرجوا برأس مرفوع. سي تو تافي نورمال كريم، وين فريق اتحاد تبسا بيك تولي ريسبي تاع لا فيل تاع تبسا لا ولايه تاع تبسا لحقوا هذا دور متقدم يعني في نار بامكانيات قليله يعني امكانيات قليله وكيما نقولوا سي تي فات ليهم سي فات ليهم من هنايا نقلوا اعداد كبيره بين اليوم نقلوا عندهم بيبليك رانا شفنا مام كيلعبوا في استادهم اللي لعبوا الادوار تاع استادهم كان دو ماتش تيليفيزي جبنا نشوفوهم وين البيبليك تاعهم يحب بزاف الفوتبول. نتمنى لهم حد سعيد في البطوله ان شاء الله، بوركوا با بور مونتي ليك دو ان شاء الله. نتمنى نشوفوهم ان شاء الله، نحبوا لي زيكيب كيما هكذا اللي عندهم البيبليك هذوما نحبوا باش يكونوا عندهم ملعب جميل ايضا. وي عندهم ملعب مليح، كان بكري كان غازو ناتيرال ودوكا راهو سانتيتيك جو كرو. قبل ان نعود الى الحارس الحكيم يزكريني، اعتقد يزيد نذهب مباشره الى التصريحات التي رصدها الزميل فريد بوساحيه بعد نهايه المباراه. والله الحمد لله انا جد سعيد اني فرحت الانصار اولا. انا صراحه راهو حلم تحققني دوك راني درت الفريق في النهائي، هذا هو الحلم اللي كان عندي والحمد لله ربي شاف فينا. ان شاء الله مازال لقاء نهائي، ان شاء الله نكون عند حسن جمهور، ان شاء الله باش نزيدوا ان شاء الله نكونوا في نهائي في نهارنا ان شاء الله. والحمد لله على لا كاليفيكاسيون ونادي هذا الفوز لي سيبورتر، ونطلب منهم يسمحوا لنا بزاف على بالنا باللي خيبنا من الجولة الأخيرة. الحمد لله إن شاء الله مازال نوعدهم بالكأس إن شاء الله يا ربي، ونطلبهم منهم السماح إن شاء الله ونهدي هذا الفوز للوالدين خويا. بون اون سو ديفي ريسبكتي لادفيرسير، سي فري كو سي ان ادفيرسير دو ديفيزيون انفيريور، مي اون سي كو لور دي ماتش دو كوب سا فو ريان دير. الحمد لله ربي وفقنا اليوم، فوالا انا اي دي بروبليم توت اولون دو لا سمين، لو بريزيدون غريب اي ريفوني اون بوست. Lotfi a retrouvé son poste aussi. Alhamdoulilah, c'était la victoire du cœur pour nos supporters, pour le président, pour les coachs, pour nous-mêmes. اليوم حنا فريق تاع قسم ثاني هواد، لعبنا كرة ولحقنا للهدف، لكن الله غالب. اليوم المولودية كانت أقوى ومبروك عليهم التأهل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت مقابلة صعبة مع فريق كبير مولودية الجزائر في ملعب كبير، شوية ما قدرناش على الأرضية باسكو مشنا متعودين عليها، والحمد لله ليسونسيال الواحد لعب دومي فينال وشرف ولاية تبسة، والحمد لله الحمد لله الزيادة تعاود الحمد لله. حنا على كل حال المقابلة المقابلة تاع اليوم تسمى لعبنا بور المورال، هذا ما كان هذا ما كان، وإن شاء الله إن شاء الله هذه المقابلة تسمى يخرجوا لاعبين من العقدة هذيك تاع عقدة نفسية عندهم، وإن شاء الله بعد المقابلة إن شاء الله تبدا يمشي الفريق إن شاء الله. لطفي، حالة الفوز بعد الأسبوع الصعب اللي مريتوا به، التدريبات كانت في ظروف صعبة، لذلك التأهل هو إنجاز بالنظر إلى كل ما عشتوه ثلاث أسبوع كامل. والله جوزنا أسبوع بزاف صعيب علينا خاصة على اللاعبين، أنا شفت في الحصة التدريبية الأولى وين تغيبوا كارموا على التدريبات وين ما جاوش، وين اتصلت بهم أنا مرارا باش يجوا، ما حبوش يجوا، خافوا على نفوسهم. وبعد هذه الفتره الحمد لله هذا الفوز يعني رفد بزاف المعنويات تاعنا الحمد لله. بلا المنافس المولودية ربحتهم في مباراه الذهاب، تعادلتوا معهم في مباراه العوده، لو كان مازالك لاعب بلال نعرف تقول لي نفضل نلعب نهائي ضد المولودية
افضل من اتحاد بسل لانك تحب المباراة الكبيره. والان كمدرب ماذا تقول؟ سي لا ميم شوز يعني كيف اللي لحقت لا فينال كيف نقولوا احنا تاهلنا الاولين كنا نستناو شكون اللي يتاهل. تاهلوا المولوديه مرحبا بهم. مقابله محليه عن ديربي بين دو كلوب بون بوتيت بسيكولوجيكمون رانا خير منهم بوتيت باسكو فزنا عليهم في المقابله تاع الذهاب وماتشين المقابله تاع العوده. مي اون فينال راس توجور اون فينال يفو لا غاني سواء المولودية سواء النهد. ان شاء الله احنا نتمناو باللي نكونوا احنا مصر حسين يعني لطفي لو ما تظنش انه مباراه المولوديه مع اتحاد العاصمه ربما حتكون منعرج بالنسبه للمولوديه لانه لو المولوديه تفوز بالديربي بقيمته باهميته لدى الانصار راح يحدث الدكليك الفعلي للفريق ويكون في احسن حالاته للنهائي. شاطرك في هذه بالك الديربي تاع مع الاتحاد يعني البارح كانوا يخموا فيه باش نكون معك صريح ودرت اجتماع تمتم قلت لهم يا ودي خلاص نسونا الاتحاد. مقابله الاسماء سي المنعرج الكبير تاعنا في البطوله لو كان فوزوا به يعني المعنويات حتى ترتفع اكثر من راح نحضروا النهائي بزاف معنويات كبيره. دعنا الان نشاهد الحالات التحكيميه يزيد بلكوس في حالتين تحكيميتين رشيد اعتقد بان جاهزتين ذكريني يلا هاي الصوره. أنا واضح شوف اللاعب مسك ها وهنا المسك موجود ضربة جزاء شرعية وصحيحة ولا غبار عليها زائد بطاقة صفراء مستحقة لأن فيه المسك. شوف هنايا شوف المسك أو المسك والله ضربة جزاء صحيحة والبطاقة الصفراء تستوجب ومستحقة والحكم أخرجها واضحة. إذا مباشرة في حالة تحكيمية رشيد ميكيداش أعتقد ثانية هاي الصورة محمد زكريني ولا شوف ضرب الجزاء لا هذه وضعية تسلل هذه وضعية تسلل والمساعد رفع الراية. نشوف عند انطلاق الكرة لما انطلقت اللاعب خرج من وراء الأصفر هو خرج والأخضر هو على يمين الشاشة فوق الخلف يتسمى لا وجود للتسلل. أطلق الكرة شوف هنا راح ما كاش تسلل لا وجود للتسلل والمساعد وضعية المساعد هاوليك هنا أخطأ لا عفوا أخطأ في رغم أنه كانت وضعية ولكن هنا دولي هذا المساعد هذه هي الأخطاء هذه هنا يا شوف لو ماشي المخرج يعطيه الصحة يزيد بالكوت ولا واحد كانت الدنيا تنقلب ويقولوا ما كاش ضرب الجزاء صح في هذه الحالة من هذه الجهة. شوف هنا كيف اليد شوف تعب عليها ضرب وقيل مانيش عارف خمس دقائق به جاب لنا هذه الصورة من الجهة هذه اليد واضحة وضرب الجزاء واضحة شرعية لا غبار عليها وبطاقة صفراء مستحقة ولكن كل ما جابها لناش من هذه الجهة شفناها ثلاث مرات من قبل من جهه من التشكر يعني انا تشكر اللي جبنا الصوره الواضحه بارك الله فيه هنا يزيد بالكوت يعطيه الصحه يعني جابها لنا هنا بها سكان تبسه جماهير تبسه تتاكد باللي ان فيه ضرب جزاء. متتابع البرنامج ينتظرنا الفائز بسؤال العدد والمسابقه مسابقه برنامج استوديو المحترفين. من هو الفائز كريني؟ هو من مدينة الأمير عبد القادر بن مصطفى علي الشريف ولاية معسكر. والسؤال ماذا كان؟ الألعاب البحر الأبيض المتوسط نظمت سنة 1975 بالجزائر. نذكر بن مصطفى علي الشريف. حكيم أصبح لديك منافس قوي جدا في سلاسة الألفاظ والعبارات ولكن قبل ذلك نذهب مباشرة إلى سؤال العدد القادم. برنامج استوديو المحترفين شارك واربح شاشة تلفزيون مصر صفر وذلك بالإجابة على السؤال التالي أين ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018؟ روسيا ابعث رقم 1، إيطاليا ابعث رقم 2. يتم الإعلان عن اسم الفائز كل أسبوع في برنامج استوديو المحترفين. سابقت استوديو المحترفين مع السؤال. إذا واضح والإجابة في متناولكم جميعا وكلنا نتمنى أن يكون المنتخب الجزائري حاضر في البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم. الآن مباشرة إلى المحترف الأول موبيليس.
المحترف الأول نبدأه من عاصمة الهضاب العليا الوفاق الصيفي، سيدخل مباراة المريخ السوداني بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز أمام فريق دفاع تجنانت في مباراة كم كانت صعبة، ولكن الوفاق حكيم يعود بقوة. تفسيره 5 نقاط على الوصيف، يعني لما قلت قوة يحسم الأمور في المباراة الصعبة المريخ ثم تجنات، المعالجات الكبيرة يعرف كيف يسقط. لم يسقط دفاع تجنات منذ بداية الموسم 9 مباريات، المباراة أول مرة يسقط، أول مرة يسقط وسقط في الصيف. داغولو يسترجع نشوة التسجيل، كان استقبال حار لدفاع تجنات من طرف الأنصار وفاق الصيف حتى مسيرين. داغولو أصبح هداف الوفاق، والتجنات لم آخر مباريات 5 أهداف متتالية في 3 مباريات، والدفاع أيضا كان يستحق. دفاع تجنات بكل صراحة يعني كنا نقول في كل مرة مفاجأة، الآن وصلنا نهاية الموسم تعتبر مفاجأة صارة يتم معنى الكلمة، يعني اللي يلعبوا كرة باهية تاع الصح. يعني دعنا نشاهد ملخص للمباراة التي علق عليها الزميل محمد الصالح بوساكر. القائد قيطون علي يتمكن من استرجاع الكرة، ثم طويلة أمامية ويسقط بوشار، ضاعت من بوشار، يسترجع عشيبة داخل منطقة العمل، حط كرة ناحية رفيقه وخديرية يتألق على مرتين، خديرية يتألق على مرتين وينقذ الوفاق من هدف محقق في الدقيقة 26 من المرحلة الأولى. الدفاع كان الأقرب إلى فتح مجال التهديف عن طريق هذه الكرة، فقد توازنوا اللاعب بوشار ثم انطلق شيبان، حط كرة ممتازة ناحية رافيق وممتازة ما لحقش عليها أو لحق عليها، لكن التدخل كان موفق على مرتين أمام مهاجمي الدفاع. خديرية يتمكن من إيقاظ فريقه من هدف محقق للدفاع. حذاري من ارتكاب الخطأ، ضاعت من العيب، استرجع حدوش، حط كرة ممتازة ناحية رافيقه، تعاود ترجع لي حدوش مرة أخرى، داغولو دخل منطقة العمل، داغولو سدو ويفتح مجال التهديف داغولو في غفلة من دفاع تجنان أو خطأ ارتكب فيه من طرف المدافع العيب، تمكن داغولو من استرجاع الكرة وتوغل داخل منطقة العمليات ومباغتة الحارس بالعلم بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات يوقع داغولو الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من المرة. بحاجة إلى مساعدة، الحل الوحيد هو تمرير الكرة الطويلة هذه المرة داخل منطقة العملية، تبقى لي بصراحة الدفاع تجري تسديده ممتازة، والحاكم يعلن عن نهاية المباراة. طبعا دفاع تجنانت صمد في ملعب 8 مايو بفضل مجموعته القوية، وهو نفس نقطة قوة المصرية ما عدا قسمي تقريبا، حتى قسمي مر بفترة صعبة في الوفاق. عندكم مجموعة ما عندكمش أسماء، هل هي هذه نقطة قوة المصرية هذا الموسم؟ وي اون دي سا توجور عن نهد باللي كاين ان جروب سي فري بون، دزنا مرحلة يعني دو بي قبل ما نجو حنايا ونشركات ماستر وديفات كونسيكوتيف، ابري عرفنا كيفاش نديرو المجموعة باش نسوديو الجروب هذايا. فول مومون راهي ماشية اون دي توجور. البعض يخاف النصرية من حرارة لعبها، يقولوا حاكم انهم حارين فوق أرضية الميدان لذلك يخافوهم بلال. لا سا سي تومبيرامون تاع لي جوار تاع المدربين كيفاش يحفزوا اللاعبين، باسكو ما عندناش ما راناش لي جوار كاع من لوساندي، كل واحد من جا حنا اللي رانا نديروا شي كيما نقولوا المدربين ولا المسيرين كيفاش يديروا في المجموعه هذه باش يكون عندهم الطابع تاع تكون حاريتو. سا سي تو تافي نورمال، ان جوار تاع فوتبول لازم يكون حار، سينو واحد كيكون بارد وما يجيبش يلعب. لطفي بالنسبه للمولوديه الكاس طبعا امر طبيعي، جمهور المولوديه ينتظر الكاس، ولكن البطوله الامور مختلفه، رزنامه صعبه تنتظر المولوديه لانهاء الموسم باريحيه. لا واش يسنانا كاع مقابلات جد وصعب، لكن ان شاء الله نحاولوا بعد التاهل جو بونس بلي الاولاد راحين يتحروا اكثر باش ان شاء الله اون فاز دوني افون ان شاء الله المقابلات لهم يسنوا فينا ان شاء الله. وجهتنا الان ستكون الى عاصمه الى مدينه ماغورايا هكذا سكريني مدينه ماغورايا مع مباراه مولوديه بجايا امام اتحاد البليده، تفاصيل المواجهه مع الزميل الرياض جرى.
شوط أول للنساء فقير من حيث الفرص ونتيجة بيضاء انتهت عليها المرحلة الأولى. ويبدو أن أثنى شبال عمراني في لقاء الزمالك ورابطة أبطال إفريقيا. المرحلة الثانية كانت أكثر إثارة. الدقيقة 55 محمد شريف من البليدة يسدد والحارس رحماني يتصدى. رد والمود بهذه الفرصة الخطيرة من ركنية زردة ورأسية تصدى لها واضح تصدي أكثر من رائع. الدقيقة 67 خطأ للزوار ينفذه عميري وبدران يغالط الحارس. الضيوف يتقدمون أمام دهشة الجماهير البجوية. نلعب الدقيقة 78 بالقاسمي يراوغ ويتوغل كرته تعلو المرمى. ثم الدقيقة 84 الموب يطالبون بضربة جزاء بعد سقوط وعرقلة ندوي. الحكم حوسنية يشير إلى الركنية. دائما ندوي يضيع ما لا يضيع بعد تمريرة بن طيب. نلعب والوقت بدل الضائع. الدقيقة 92 والخضاري يحرر مولودية بجاية برأسية قوية عدلت النتيجة. هدف لهدف هي النتيجة التي انتهت عليها المباراة. ضربة جزاء شرعية ما صفر هذيكش. زيد على ذلك ربما دخلنا في التسرع، الشيء اللي خلانا ضيعنا تقريبا 5 أو 6 فرص سهلة للتسجيل، وهذا راجع لقلة التركيز وفي نفس الوقت قلة التحكم في النفس. على العموم التعادل أحسن من الهزيمة، أكيد نقطة خير من حتى شيء، ولكن نتأسف ثاني في الأنصار اللي كانوا ساندوا الفريق غير 90 دقيقة وما وصلناش باش نفرحوهم، وهذا شيء ربما نتأسف. اما بالنسبه للنتيجه انا مسؤول، ما كان حتى مشكل، نظن باللي اولا انا اللي اتحمل مسؤوليه النتيجه هذه. اذا الان مباشره الى او نبقى مع هذه المباراه. حكيم سران، هل اذهان وعقول مولوديه بجايه هي في مباراه الزمالك؟ بدون شك الخصم عنيد، يعني لعب اخر انفاسه، يعني احنا قلنا في كل مره بليده مش راح تستسلم بكل سهوله، يعني هي دائما تلعب من اجل ضمان البقاء. مولوديه بجايه هي تكتسب خبره، عندها مباراه تصير مباريات صعب، تضيع نقاط كثيره بميدانها محليا بسبب انشغالها بالمنافسه القاريه والمجموعه. باش تدخل رابطه ابطال افريقيا لازم تكون عندك يعني على الاقل 18 لاعب متقاربين في المستوى. يعني لما المدرب يقوم باختيارات لي زيو فيرمي ما يتخوفش، ما راحش يكون عندي غيابات، ولكن لما تكون المجموعه محدوده وكاين فارق في المستوى ما بين الفرق ككل، راح يكون عندك راح تفشل في جهه ما، سواء في الدوري المحلي او حتى في رابطه ابطال افريقيا. اذا مولوديه بجايه عليها الاختيار، يعني الدخول في المنافسه بكل قوه بمجموعه معينه، ولا تستطيع الاختيار هدفين يعني في نفس الوقت. اللعب من اجل الوصافه للمشاركه المره الثانيه في رابطه ابطال افريقيا والمرور الى دوري المجموعات، شيء صعب لان الخصم ثاني اسمه نادي الزمالك، ولكن نظن ان عمراني اراح بعض اللاعبين في هذه المباراه، وهذا دليل بان المجموعه غير كافيه للعب على جبهتين. قبل ان نشاهد الحاله التحكيميه، حكيم سرار، اتحاد البليده هل هي نقطه الامل، نقطه البقاء، نقطه استرجاع الثقه ام ماذا؟ يعني انا صراحه انا غير ليزان وبليده انا نقولها لك من المنبر هذا، ما نظنش يسقطوا، ما نظنش هذ الفرق رايحين، ربما اللي راح ينزل راح يكون ما على باليش الاسم تاع الفريق، ولكن الان راه يكون ربما عنده 32 او 33 نقطه، هنا هذ الفرق راح منشطين نهائي مجين. خلينا نشوف اذا يزيد بالكوت اللقطه بالصوره المعاده. هاي اللقطه انا وعدت حكيم سرار باللي الحاله اللي ما تبانش 100% من وسيل. شوف هنا كنا في هنا في ربعه يلا. كنا في الاختلاف. انا شوف ما تقدرش انني نشوف اللاعب مولوديه بجايه هو اللي سعد وحب صوتي اللاعب دركا. كاين لاعب مدافع راه في الارض او في الارض، شوف زيد افونسي اللي راه في الارض، هل عقل واش راه تبين؟ خلي الصوره هكذا يا زيد بالكوت. زكريري يقول لك شوف القدم الاخرى لان الصوره اذا يتحدث لك على الرجل المدافع يقول لك انا ارفعها لانه يشوفها مش معناه كيرفع، هل لمسوا
معنى لا كرة القدم لازم ترفع رجلك. هل يعني لما ما تكونش واضحة شوف الحكم وراه ودي شوية اللورة شو الحكم وراه أمامه اللقطة. يعني احنا هنايا كنا مختلفين في ربعة، عمروش قال ما كاش ضرب الجزاء، صرار قال ما كاش ضرب الجزاء، بلال زيري قال ما نيش نشوف، ما هو راني تشوف صافي ديرها. أنا هنا راني ما نشوف ولا شيء، ما نشوف ولا شيء. أنا طوك الصورة ما توضحش لأن فيه لعبة في الأرض، ما توريش الصورة هل فيه عرقلة أو لا وجود لعرقلة. لما تكون الصورة واضحة، العرقلة واضحة، نقول أن هناك فيه ضرب الجزاء. إذن هكذا يقول محمد زكريني بخصوص هذه اللقطة. والآن مباشرة إلى مباراة شباب قسنطينة أمام جمعية وهران. فوز ثمين حققه اليوم فريق شباب قسنطينة بن عبد الشهيد حملوي أمام جمعية وهران الذي بدأ يفكر في الموسم المقبل وتنقل منقوصا من خدمات عدة أساسيين. الشباب لم ينتظر طويلا ودخل في تفاصيل العمل الهجومي وتمكن في الدقيقة 11 من الوصول إلى الشباك الزوار فاتحا باب التهديف عن طريق اللاعب فوافي. فوافي كان بحق رجل هذا اللقاء وكذا يضيف الهدف الثاني من نفس الوضعية، لكن كرته كانت عالية على مرمى الحارس قارع. نفس اللاعب فوافي كاد يضيف الثاني لكن العارضة الأفقية حالت دون ذلك. والشوط الأول انتهى بتفوق الشباب. المرحلة الثانية الشباب يواصل الضغط وفوافي يواصل التألق بعد سلسلة من المراوغات وكرته فوق الإطار. ثم البديل مغني بهذه التسديدة القوية. المحاولة الوحيدة لصالحي الزوار كان وراها اللاعب جمعوني صاحب هذه التسديدة القوية التي علت مرمى سي محمد سيدريك. الهدف الثاني في المباراة كان وراءه دائما المتألق فوافي الذي يقدم كرة على تبق لبولمديس الذي يضيف الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق. وفوز ثمين لفريق شباب قسنطينة أمام جمعية وهران. الفوز هذا يخلينا نتنفسوا كما يلزم الحمد لله. ما كانتش مقابلة يعني سهلة ولكن احنا كنا حابين نفوزوا بهذه المقابلة هذه. لا يعني لعبنا حتى لآخر لحظة وين يعني الثلاث نقاط هادو رايحين يخليونا يعني نحضروا المباريات القادمه ان شاء الله بكل يعني اريحيه كما يقولوا. كاس الكاف اللي راهي جايه يعني مقابله العوده وحتى يعني بقيه يعني المشوار في البطوله ان شاء الله. الحمد لله هادو لي جان معظمهم من ايفانتيان ولي ايفان نظن داروا مقابله كبيره. اكتشفنا لاعبين اليوم ان شاء الله هادو هما ان شاء الله كما يقول لك مستقبل تاع لازم وعليهم نبنوا ان شاء الله ليكيب ان شاء الله تاع العام الجاي ان شاء الله. طبعا ثلاث نقاط من ذهب بالنسبة لفريق الشباب الذي ستكون معنوياته مثل الوفاق الصيفي في أحسن حالاته تحسبا للمغامرة لفريق حكيم. شيء مخالف لأن شباب قسنطينة يتنقل إلى مصر، المباراة صعبة نوعا ما، وزيادة هو كان في أمس الحاجة للفوز يعني كانت عنده 29 نقطة بعد الفوز هذا ترقى إلى 32 نقطة صبح صعبة مولودية العاصمة. وإلا كان عدد 32 فرق شباب قسنطينة 32 نقطة نظن يعني حتى والنتيجة جت في وقتها لأن شباب قسنطينة يعتبر هذا من أهدافه الكبيرة يعني المرور من جمعية نهاية الموسم. لا راه لو تور بيس هذاك مع اونيفو دو لاكاف يقدر يدخل المجموعات ربما تكون اون امبيونس في مدينه الجسر المعلقه اون اوتر امبيونس وانتدابات ثاني نوعيه ويوليو يرجعوا الفريق الكبير شباب قسنطينه. وما نتمنى ايضا للمولوديه الوهرانيه التي استقبلت اتحاد الحراش وتمكنت من الفوز في مباراه علق عليها زميل طه شعبان. ايتو عمر في تنفيذ هذه المخالفة، ايتو عمر كرته دائرية دارية صعبة، ممتازة هذه المحاولة، كانت محاولة ممتازة لاتحاد الحراش من بوغاش، اتحاد عن طريق حمزة ايتو عمر، حمزة ايتو عمر يمر الكرة ممتازة 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 هذه الكرة ممتازة ممتازة هذه الكرة ماذا يضيع؟
ماذا يضيع خلف الله؟ فرصة لا تضيع، لأن اتحاد الحراش يبقى يلعب دائما بنفس النسق، وكرة خطيرة من هناك، خطيرة لصالح المولودية، كرة ممتازة خطيرة، صعبة صعبة، والحارس شعال في المكان المناسب، الحارس شعال ينقذ الموقف. انضباط تكتيكي واضح من جانب لاعبي الاتحاد. محاولة ممتازة لصالح مولودية وهران، كادت المولودية أن تفتتح مجال التهديف. ربما هناك بطاقة حمراء، نعم، بعد إشهاره للبطاقة الصفراء الثانية للاعب بوشريط. هنا الكرات الثابتة هي الحل، حسن العقبي، والحارس شعال يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية. ركنية لصالح مولودية وهران في التنفيذ، حسن العقبي، حسن العقبي، والهدف، والهدف، هدف لصالح مولودية وهران. شوفها هي الإعادة، ركنية من العقبي وظهار برأسية محكمة تسكن مباشرة شباك الحارس شعال. كرة لصالح المولودية عن طريق حليمية، 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 كرة ممتازة، صعبة صعبة صعبة، والهدف الثاني. العربي كمال يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح مولودية وهران. إذن هكذا فازت مولودية وهران واتحاد الحراش، أمورها تتعقد. نعود لنحلل ما حدث في هذه المباراة، ولكن يزيد بعد الفاصل الإشهاري، ثم نعود إلى البلاطو من جديد. أريد يقدم لكم برنامج استوديو المحترفين. أريد ديما معكم. هاي ماكسي، كل ما تحتاجونه في تعبئة واحدة. ماكسي، دعفوا مكالماتكم والرسائل القصيرة في الجزائر ونحو الخارج، واستمتعوا بالانترنت باطل مع تعبئة ماكسي ميل. دعفوا رصيدكم وتحصلوا على 2000 دينار رصيد و1 جيجا من الانترنت باطل. ومع تعبئة ماكسي دوميل، دعفوا رصيدكم وتحصلوا على 4000 دينار رصيد و3 جيجا من الانترنت باطل. ماكسي حياتك واختار أريدو. أريدو ديما معكم. طبعا أنتم دوما مع برنامج استوديو المحترفين. المولودية الوهرانية تفوز وتبقى على كامل حظوظها في اللعب من أجل مرتبة مؤهلة للمنافسة القارية الموسم القادم. والله يا كريم أنا أقول لك المنافسات مختلفة، يعني لما نقيس يعني في بعض الأحيان ما بين الدوري الجزائري والمنافسات القارية، رايح المباراة دي عندها طابع آخر وطابع ديربي محلي، يعني تاع شمال إفريقيا وتاع المغرب العربي الكبير، ما راحش يكون نفس المباراة ما بين مولودية وهران واتحاد الحراش، خاصة الاتحاد ما سميش الجريح، الفريق الغريق اللي راهو فيه مشاكل كبيرة. وحتى الأمس لما داروا المجلس الإدارة تاعهم النصاب لم يكتمل وراح يتأجل مرة أخرى 15 يوم، إذن راح يبقى الفريق هذا حتى المباراتين القادمة ربما بدون مجلس إدارة. سأسألك حكيم سؤال واضح، هل يحق لمدرب أن يرفض أن يلتقي برئيس النادي أو يقول بأنني لا أعترف به تماما؟ هل يحق لمدرب أن يقاطع تنقل فريقه في مثل هذه الظروف إلى وهران؟ أنا أقول صراحة أمامي دي زونترينر جان كي أون لافينير قدامهم إلى كارير تاعهم القدام، ما جديري كاين الاستراتيجي ونظام، نظام نادي. تكلمنا على اتحاد الحراش ونتأسفوا كثير، خاصة الأنصار ولي غير في المجموعة كل الأندية الجزائرية، لما تشوف فريق يعاني أعرف باللي اللي راهو مضرور هو المناصر. يعني تالي مسير يستقيل، لاعب يمشي لفريق آخر، مدرب يستقيل، يبقى المناصر هو اللي يعني. لما تكون النظام يجي مدرب كاين لا ريلاسيون دو ترافاي، لومبلوي لومبلويور، هذه معروفة عالميا، يحكم هو في نادي. حتى لو ماناجاريا الموجود في اوروبا يعني في بريطانيا خاصه، ما بعاد عليه احنا مازال موش المدرب هو راس الحربه، هو اللي ينتدب، هو اللي يدفع الرواتب، هو اللي يقيم اللاعبين. احنا الرول دو ماناجير تاع بوعلام شرف في الكره الجزائريه في اتحاد الحراش، حتى لما مشى لمولوديه الجزائر، والدليل يعني لما الفريق في مولوديه العاصمه وجد صعوبات كثيره لان سياسه المناجير هذه على الاوروبيان الانجليز غير مقبوله في الجزائر، لان رئيس النادي
هو اللي يتحكم في الأمور، ما ماشي المدرب اللي يتحكم. المدرب هو مسؤول على الجانب التقني، يطلب الإمكانيات، يطلب اللاعبين، يختار اللاعبين، من حقه الفولي التكنيك يتحكم فيه 100%. أما النادي يتحكم فيه الرئيس مش المدرب. الأمور واضحة في فريق نصر حسين ديبيلا، الأمور واضحة. إعادة تهيئة مركز بن صيام، الإدارة، ربما كل هذه الأشياء هي اللي سهلت الأمور النصرية، ولا مجال مقارنة بين موسم الفارط وهذا الموسم بلا. لا، هو على رأسهم رئيس النادي، وإن راه دار تولي مويا، إلا دوني تولي مويا وكلوب. ماذا بينا هنايا تما تريح لا ميثود دو ترافاي هكذايا، وين النادي لازم يكبر ويريح توجور يلعب لي بريمير رول، سي تو تافي نورمال. الرئيس كي يمد لي مويا لازم اللاعبين ولا المدربين ولا لازم هما تاني يمدوا لي عليهم باش الفريق يريح توجور في البلاصه، توجور يولي يلعب الادوار الاولى ويلعب على لي تيتر. ما وجدت من المولودية؟ ما يقال دوما عن المولودية أن هذا الفريق يحتاج إلى الاستقرار من أجل أن يلعب الألقاب. في المولودية في كل مرة نفس الحكاية، نفس المشاكل. ألا تعتقد بأنه حان الوقت من أجل الاستقرار حتى نرى المولودية بجماهيرها تلعب من أجل الألقاب؟ والله أنا تاني نوجد صعوبات كبيرة من حيث الاستقرار، ما مع اللاعبين يضرهم بزاف هذا العدم الاستقرار اللي هو عندنا. نطلب ان شاء الله دوم هذا الاستقرار، ان شاء الله يجي للمولودية عاود يولي لنا ونستقروا، باش يكون عندنا رئيس اللي يشدنا 3 سنين ولا 4 ولا 5 سنين، ولا مدرب اللي يحكمها يفوت 3 سنين، مانيش انا واحد اخر، ولا يفوت 3 سنين و4 باش ما من اللاعبين يكونوا مرتاحين ان شاء الله. دعنا يزيد ان نشاهد النتائج كامله والترتيب وجدول مباريات الجوله القادمه بالسنتي. مع برنامج استوديو المحترفين، شارك واربح شاشة تلفزيون من نواة سامسونج LED HD. ابعث رسالة SMS على الرقم 66019 أو من الهاتف الثابت على الرقم 36000، وذلك بالإجابة على السؤال التالي: أين ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018؟ روسيا ابعث رقم 1، إيطاليا ابعث رقم 2. يتم الإعلان عن اسم الفائز كل أسبوع في برنامج استوديو المحترفين. سابقت استوديو المحترفين مع الأكيد بأن البلد الذي سيحتضن نهاية كأس العالم بلد جميل، يتمنى أي شخص أن يكون هناك. كنا نشاهد مباراة الجولة القادمة. بلال، تستقبلون أم الأربعاء الفريق الذي حتى لما لا يتدرب يفوز؟ لا، فريق الأربعاء يعني عنده لاعبين لاباس بهم، ودوك هو ويلعب آلاز، ما عنده لا لا بريسيون تاع المانتيال تاع الشامبيون ولا تاع لاخر تاع لاكوب، ولا يلعب ارتياح ما يتدربش. جو كروا بلي جاب لي ربي دوما يبداو يدربوا. مي حنايا حنا المدربين لازم نوعيو اللاعبين تاعنا ونبريبار كونفينابلمون. حسين اشو مازال ما حدش يعتزل ومازال يلعب بطريقه مميزه حسب اخر الاخبار. لا، لو بون جوار غاست توجور ان بون جوار ميم افيك سون اج. حسين اللي طري طري سيريو على الانترينمون، ميم ما يونترينيش في الاربعة دوكا لا كراف، لا يدرب وحده، ميم كي يحبس 6 موا يدرب وحده 6 موا يدرب. لذلك يقدم دائما هذا المردود المتميز، الدربي العاصمي الكبير يوم الجمعه بملعب 5 جويليه لطفي.
والله مقابله صعيبه. نقول لك راح تكون بين اللي دا البطوله واللي راح ينشط النهائي. ان شاء الله نشوفوا عرسكي وراوي مليح. الضغط راهو من جهتنا، لكن ان شاء الله ما قلت لك من بعد هذا الفوز هذا تاع والتاهل تاعنا ان شاء الله راح يحرر اللاعبين ان شاء الله اكثر لهذه المقابله. حكيم، دفاع تجدان مولودية وهران من اجل الوصافه والمركز الثالث ومواصله المغامره الجميله للدفاع. مباراة قوية يعني، وصراحة أنا وليت نثق في دفاع تجنات. وليت وراء قوية خارج ديارها. قوية خارج ديارها، والدفاع تجنات قوي داخل الديار، يعني تكون مباراة جميلة يعني. ومثيرة. مثيرة. ساري غيليزان شباب قسنطينة من أجل البقاء. هذه مباراة قطع الرؤوس. مباراة صعبة يعني جدا. ماذا تقول إذا عن شباب تصور مولودة بجاية اللعب من أجل المركز الثاني؟ ربما يعني بعد مباراة شباب مولودية بجاية مع الزمالك المصري، النتيجة تاعها هي اللي راح تحكم في نتيجة مباراة تصور مع المولودية. جمعية وهران شباب الوزداد. أنا من الشباب بعد التعثر تاعو الجمعية دخلت في عطلة ماهيش نفس العطلة تاع الأربعاء، الأربعاء راه يتحضر في الموسم، تمد في رسائل للمسيرين باش يلتفوا حول هذا الفريق للموسم القادم. اتحاد بوليدة شبت قبال. ما مصادقنا محمد الشريف يغيدوا يزعف منا، مي نظن غير آخر فرصة لاتحاد بوليدة ما راحينش يسمحوا في النقاط بكل سهولة في البوليدة. اتحاد الحرش وفاق سطيف. نظن المباراة بدون جمهور وتبقى ثاني نتيجة يوم الثلاثاء مع المريخ السوداني مد كيف راح تكون الحالة النفسية للنادي في هذه المباراة. يلا فتحت القوس لنعود لنتحدث عن الكؤوس الإفريقية. سأبدأ من بلال وما هو أبدأ من الوفاق. الوفاق 2-2 أمام المريخ السوداني، ثقة جابوا بدا يعود إلى مستواه، داغولو في لياقة جيدة، الدعم الجماهير راح يكون كبير جدا. هل تعتبر بأن الوفاق في أحسن رواق للتأهل ثالث مرة على التوالي في كأس رابطة أبطال إفريقيا إلى الدور المجموعات؟ لا، هذا ما نتمناه الوفاق سطيف، ما راحش انا اللي راح نعطيه حاجه، باسكو فريق عندي خبره كبيره في المنافسه، عندي خبره في المنافسه بالك فيزافي اللاعبين، مي ما نجمش نمد خبره باسكو مع فريق اللي خدا ديجا لا تشامبيونز ليغ افريكا. ما يخفاكش 2-2، مي فوا اتر كونسونتري بوندون تو الماتش تو الماتش باسكو بوتيت المريخ السوداني وين بالك ما عنده ما يخسر يجي الجزائر باش يلعب كاع الحظوظ تاعو، مي يفوا اتر تري فيجيلون باسكو ينجم بالك هنا يكري لا سيربريز. وما نتمناش على الوفاق سطيف، نتمنى لي كات كلوب تاع الجزائر باش يتأهلوا للدور. بلا سنتحدث عن كل فريق، دعني اعود فقط الى حكيم. لو انت مكان جيجا، هل ستطلب من لاعبك اللاعب بحذر ام انك تطلب ننسى 2-2 ونلعب من اجل قتل المباراه على الاقل في الشوط الاول؟ نظن يعني من الاحسن يعني ما نقارنوش يعني مع الدوريات الاوروبيه، لان نشوفوا في سيناريو البي اس جي مع المان سيتي، ولكن نظن يعني من الاحسن الاعتماد على الهجوم بطريقه مباشره. يعني من دون حذر. من دون حذر وكانك انهزمت، ندخلوا بفكر كان الوفاق انهزم هدف لصفر في ام درمان. طبعا لطفي، شباب قسنطينه فاز بهدف مقابل صفر يتنقل الى مصر امام المقصه، كيف ترى حظوظ شباب قسنطينه؟ المقابله راح تكون صعيبه، لكن نظن باللي القسنطينه قادرين يعودوا بنتيجه ايجابيه من المقصه. 1-0 نتيجة مليحة لهم مقارنة بما شاهدته في مباراة الذهب حكيم. مفخخة يعني اللي شفناه من الفريق هذيك لما كانت تلعب بالمرتدات، اس كونتيجو اتاك بلاسي يكون عندهم صعوبات. ما نعرفوش شكون هذا الفريق. مش معروف، شفناه هنا كان يعني في الهجمات العكسية كان خطير، ولكن كنت شباب قسنطينة رايح يلعب بطريقة دفاعية ويلعب على الهجمات المعاكسة. ما نعرفوش مستوى هذا الفريق اون اتاك بلاسي كيف راح يكون. مولودية وهران امام كوكب المراكشي، صفر مقابل صفر، ملعب جميل، مباراه محليه مغاربيه، هل كامل حظوظ المولودية الوهرانيه وقائمه بلا؟ لا، ديربي اونتر دو بي فوازان مع المراكش، وين راح تكون مقابله مفتوحه 0-0 يعني ما ما راهي توجور 50-50% لامسي فون جوي لو جو بور باسي لي جروب ان شاء الله. الان ساضعك حكيم مكان عمراني،
تملك تشكيلة من دون زرداب، من دون مسعودي المعاقبين، تملك جمهور منذ البداية سيكون بركان فوق المدرجات، ليس لديك ما تخسره، كيف ستلعب المباراة؟ أنا نظن غياب زرداب راح يكون مؤثر، أما مسعودي ما نظنش يعني راح يكون الغياب تاعو، عندهم شكون اللي يخلفوه، استاذ ماشي الوزن تاعو ثقيل كما زرداب. المباراة يعني الخصم يختلف، يعني لما تكلمنا عن المقاصة المصري ما نعرفوهمش، ولكن الزمالك في ثوب جديد، حتى يعني إعادة سون بلان كونستيتيسيون الأهلي والزمالك، يعني مشاو لما نقصد كما يقول لك لما تكلمنا على لي سوسيوس تاعهم والأسهم تاعهم الجانب المالي نزلت، سواء حتى في وقت هذا مرتضى منصور أو نادي الأهلي، الإمكانيات المادية ما بقاتش نفس الإمكانيات، إذا مشاو للتكوين لأنه ما كانوا عندهم المراكز موجودة داو البويز دون لي ريزرفوار، جبدوا لاعبين واعطاهم الفرصه، ربما في أسوأ الحالات لنادي الاهلي والزمالك كانوا يمشيوا في الكاف للنهائي دائما حاضرين، يعني فرق حاب تقول انه المنافس من الحجم الكبير موش بالسهل، انا متفق معك جيدة. أنا متفق معك، كيف تتعامل مع هذا المنافس وفق السيناريو خاسر أنك خاسر 2-0؟ نظن أنا لو كنت مكان عمراني أو أنصح عمراني باللعب يعني بحذر، ما يمشيش بفكر تاع يمشي على لاتاك أو ترونس باسكو عنده أن روتار دو دو بيت، لأن الفريق ماشي سهل يتعامل لازم يكون حذر طري يعني تفضل حكيم تسجل هدف في الشوط الاول وتسير المباراه بحثا عن هدف ثاني من دون تسرع او يظل من المغامره والمجازفه، هو الانسان يلعب بالمجازفه لما يعود ما عنده ما يخسر، ولكن 90 دقيقه هدفين تقدر تجيبهم، ولكن منذ البدايه تمشي مباشره للهجوم يقدر يفاجئك في فريق الخصم وتولي تبحث على ربع اهداف. ما توافق بلا؟ وي نوافق صرار على واش قال، سي فري تلعب بحذر باسكو دو بيت، حنا نقولوا تنجم تماركي بيت في لا بروميير ميطون، بيت في لا دوزيام ميطون تنجم تروح ضربات الجزاء، ولكن تخاف تلقى هذا. مي ما ننساوش افيك اون بون ايكيب لا دانيير فوا الموب اللي سجلوا عليهم 1-1 عاودوا ماركاو 2-2 3-1 مع الترجي التونسي ومع شانتي جول، مع شانتي جول وين عدلوا لهم النتيجه في بجايه، مي بجايه ولاو في 3-1 ينجموا يسجلوا. بون سي فري لو بوا دو زرداب سي كالكو شوز، مي نتمنى لهم حد سعيد سورتو بور عمراني لا فيل دو بجايه. توقع التحكيميه سكرين عندك بعض الاسماء؟ لا، طاقم التحكيم اللي يدير وفاق الصيف المريخ السوداني هو من تونس، واللي يدير مولودية بجاية هو الحكم المعروف وفاق لا قسامة بكاري من غومبي اللي يدير ثلاثي التحكيم تاع تونس يدير هو مولودية بجاية، يعس فيا في الجراش. يلا اعطي لي رقم 4، كم تتوقع نادي الجزائر يكون في الدور القادم؟ فريقين بلال نتمناو 4-0 باش تمنينا نتمنى 3 على كان تمنينا ثاني نقول لك 4 طروازي كيف لطفي؟ لا انا اللي مع الشيخ حكيم فريقين يكونوا في مانيش حاب نسال من هما الفريقين خليها حكيم لانه فعلا، ولكن سكريني نحن كلنا سنكون يوم الثلاثاء والاربعاء بالوان كل هذه النوادي، لا سياسي ان شاء الله يكونوا سياسي يعني تكون ان شاء الله تكون يعني صعبة شويه هذا، اما مولودية وهران قادره تعود بنتيجه كذلك من مراكش، يعني هذا مولودية بجاية ستفوز وفاق ستيف سيفوز لا هذوك لا طبعا ممكن وعلى لا كرة القدم ليس علوم دقيقة كما يقولون. طبعا كما قال بلال نتمنى حظ موفق لكل نوادينا الجزائرية، والآن دعونا نستمتع بأجمل 10 أهداف سجلت إلى حد الآن في المحترف الأول موبيليس.
أهداف جميلة. بلال، كان من الممكن أن تسجل هدف جميل في ملعب 5 جويلية في مرمى مولودية الجزائر، كان سكريني حكم، لكن خلاك تنتظر تنتظر، لما جيت تنفذ الكرة صفر وما خلاكش تنفذ. لكن هذاك الباجي فيصل هو مولودية، ماشي بلال. لا ماشي بلال، بلال كان يلعب هذاك المباراة، كان يلعب كانوا 2-2 صفر قال شفت الطابلو. لا كانوا 2-2 زدت 3 دقائق، أنا شفت مخالفة لمولودية العاصمة، نشوف هنا بوعصيدة أمة محمد حابطة الله تاعك تاعها، أو وش راح يديروا لك؟ لفت أنا 3 دقائق نغسل الطابلو، نزل 91 فاصل، درت لافيرتيسمون، درت كذا منا طاك 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 طاك، أنا شفت 92 50 ثانية رحت البالون رفدت البالون، أنا صفرت هي 93 ما جي مثلا، قلت له الطابلو اللي يهضر مشي. طبعا هذه من ذكريات زكريني، ونحن نذهب إلى ذاكرة الأستوديو. ذاكرة الأستوديو سنخصصها اليوم للمدرسة شباب برج منين التي تعاني في السنوات الأخيرة، لما كان رئيسها حكيم بكل بساطة المرحوم تحانوتي. كان فريق يعني كانت كما نقول لك لو ريفال دو لا جي اس كا، يعني كان لو ريفال اللي قريب برج منين، وعطات لاعبين وما زالت اليوم بقات مدرسة يعني. المدرب تعرفه جيدا بلال. واسماء شكون تذكر من ايت الحسين لعبت مع لطفي؟ لا لا ما لحقش بايت الحسين. او صغير ما لعبت معاه. اذا لا كان طونكان شوشي الحارس ايت الحسين. لا عبد الله صدروحو. عبد الله قنون. عبد الله قنون فرحات اللي اب عزيز فرحات. لا انت رحت بعيد. لا هذا الجيل تاع الحاج علي بوطار ولد عامر فعلا بلا. خلينا نشوف اذا هذا الجيل سويا في هذه المباراه التي علق عليها زميل بن يوسف وعديه. خليلي خليلي لحشوف التنسيق مشاركه المدافعين. ها هايله وهدف. ها هايله 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 الكره مقوسه من علي بوطار، وفي الاخير يبدو لي محمود هي راح نشوف الاعاده، ولكن الكره هائله التصيبة الأولى من علي بودار في منتهى الروعة، ما ضربش الكرة بقوة، شوف بعد صعود زرايا شوف كيف ضربها، الكرة مقوسة وخرجها الحارس تراوري، ثم محمودي يسجل يفتح بذلك باب التسجيل بعد 6 دقائق لعب. نحاول نسجل خط الهجوم لما راهش قوي منذ بداية الموسم، مشكل يعاني منه فريق شباب برج منين منذ بداية الموسم هذا. حمودي طويلة جيدة يطلع من زرايا وهدف. هدف من أيت الحسين. حمودي ثم يبدو لي شوف الدفاع ما يقدرش الكرة، زرايا يعاود يرجعها، ثم محاولة من بداية الحسين من مكان نقدر نقول كان فوق خط 6 أمتار، إذا بعد 16 دقيقة لعب هدفان مقابل صفر لصالح شبيبة برج منين. الرتبة الأولى في الموسم الماضي رفقة اتحاد شوية وشبيبة القبائل بنفس المجموع 35 نقطة، ولكن شوف توزيعة وسيد روحو جيد، سيد روحو التصويبة عادي من طنكاري. الفريق البوركينابي محمودي الى غرناوت، غرناوت توزيعة اخرى جيدة وهدف ثالث. لا ايت الحسين هدف ثالث بعد 29 دقيقة لعب بدون ما يراقب الكرة. كنا في بداية الوصف نتكلموا على اللاعبين اللي كبار كبار السن، ولكن كبار كذلك في الخبره والتجربه. شوف هنا بدون ما يوقف الكره ارسلها، والحارس ابراهيم تراوري ما شاف شيء. 3-0 اذا اللاعب هذا لاعب بيت الحسين، عدد كبير من انصار فريق شبيبة برج منين الموجودين، ولو ما زال الاماكن موجوده في ملعب 20 اوت. رحالي في الغلطات وهدف
وهدف. غلطات هنا قلنا اللاعب يلعب بكل هدوء ولكن ما لازمش يستهزأ ويفسح المجال لخصمه. هنا كما اللقطة هذه من علي بودا اللي ما وفقش من ولد عامر اللي ما وفقش في تمريرته إلى رفيقه زرايا واللاعب البوركينابي اللي رفع الكرة فوق رأس سيد روحو. ما فيش تسلل، هدف رابع. ما فيش تسلل، مساعد الحكم ما رفعش الراية. إذا بعد 40 دقيقة لعب، 40 دقيقة لعب، حدادي أربعة واحد. بالرجل اليسرى ما نقدرش نقول كذلك إذا كان لاعب في وضعية التسلل أم لا. نفس اللقطة كنا حاولنا ناخذ عليها حكم. هذه الآن وهدف جميل جدا علي بودار. علي بودار إذا لشيء فشيء تحول يتحول إلى مهدف إلى هداف. كيف يعني وصل الكرة وفي الركن الأيمن لمرمى الحارس تراوري إبراهيم. علي بودار إذا 5-1 الآن. طبعا صور تعيدنا إلى الزمن الجميل، إلى فريق شباب برج من الذي نتمنى أن يعود إلى الواجهة، لأنها المدرسة التي أنجبت من حكيم. أعطينا الأمثلة. شوشي قائمة طويلة. شوشي ذكريني. شوشي ذكريني. لا لا قال لي شباب كلمة. أعطينا أسماوات. فرحات طلاو بريد طونكان. طونكان حتى ترمول ايضا. ترمول ولكن الحسين المايسترو الذي كنا نستمتع به التحق بالنصرية. انت كنت في بداياتك ولعبت الى جانب هذا اللاعب المميز. ديجا لاعب متخلق حاجة الاولى افيك سون اكسبيريونس اي تو دينا من عنده بزاف حوايج. اللاعب اللي بقى في ذاكرتك لطفي من هذا الجيل جيل ايت الحسين وما نساوش ثاني بالقائد من فعلا فاروق برج من فاروق بالقايد من برج من عين فعلا اسماء كثيره القائمه طويله. لا درك هادو بالقايد شاوشي هادو تاع درك هادو كبيره لليسته. هي مدينه تنجب اللاعبين بكل بساطه. صح مدينه كره. مدينه كره والاسماء كثيره. قلت سكرين عندك كلمه قبل ما نختم. لا يعني عندنا حكم فيدرالي سابق يحيى بالشيران توفات اخته اليوم. تعزينا الخالصه للعائله تاعو ان شاء الله. لطفي التوفيق كل التوفيق للمولوديه لما لنهائي الحلم في ملعب 5 جويلية امام المصريه. والله ان شاء الله نشوفوا عرس كروي جميل ان شاء الله. ومشكورين على هذه الدعوه وربي يوفقكم ان شاء الله. عندي برك نحيي الشيخ بابا ومريت شويه ربي يجيب له الشفاء. الله يشافيه ان شاء الله. كلنا نتمنى الشفاء للوالد بلال. كل حسين داي تنتظر انك تفرحها. ما فرحتهاش كلاعب لازم تفرحها كمدرب. لا لا ان شاء الله نفرحها ونفرحوا كاع الشعب تاع لوساندو الانصار تاع نصر حسين داي اللي راهم طاتشين الانتيت ان شاء الله. ماذا بينا ما لو بريمي ان شاء الله تكون مصالحنا. مسك الختام لك سرى لانك الانيق اليوم في البلاطو. انيق في البلاطو. نظن نتمنى ان شاء الله اللي يكون الاستقبال حار لفريق سوداني في سطيف لرد الجميل لملحمه أمدرمان. ونظن كاين مجتمع مدني بعض الجمهور البسيط في سطيف يعني شباب اللي رايحين يوقفوا وقفه ملحمه مع الجيش الوطني الشعبي. راح تكون في الدقيقه 54 تيفو كبير اللي رايح يقوموا به، وفي الدقيقه 62 كنا رفع الاعلام الجزائريه. يعني هذه فرجه رايحين نشاهدوها ان شاء الله يبدو لها. فعلا اشقائنا السودانيين سيحظون حتما باستقبال مميز، لاننا لا ننسى ابدا الترحاب الذي عشناه في أمدرمان في تلك الملحمه المميزه. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل الى نهايه هذا العدد الجديد من برنامج استوديو المحترفين. الشكر موصول لكل عمال استوديو رقم واحد بقياده المخرج يزيد بلكوت بمساعده رشيد ميكيداش. الاشراف كان لتوفيق دربال. الشكر موصول الى زميلين بلال بناري وعبد الرزاق رمضان اللذان ساعدني في اعداد هذا البرنامج. نلقاكم بألف خير الاسبوع القادم. شكرا والى اللقاء.